طيب النهارده كان في مجلس اداره هام جدا، والحقيقه المجلس شكر الاداره التنفيذيه بقياده الدكتور سعد شلبي المدير العام للنادي الاهلي على مجهود كبير وعلى كل الرجال اللي بيعملوا معاه، واستعرض الكثير من الامور زي ما شفتوا زميلنا العزيز شريف فؤاد هو بيعلن قرارات المجلس. لكن خلينا نقترب اكتر من المشهد، خصوصا النهارده كمان كان تكليف المهندس خالد مرتجي القيام باعمال نائب رئيس النادي خلفا للراحل الكبير العزيز سياده الوزير العمري فاروق. خلينا نقترب اكتر من المشهد ونمسي على صديقنا العزيز دكتور سعد شلبي مدير عام النادي الاهلي. مساء الفل عليك يا دكتور سعد، مبروك نجاح الجمعيه العموميه، مبروك تجديد الثقه يعني بالشكل الجميل في مجلس اداره النادي، وكمان اشاده النادي بحضرتك والجهاز التنفيذي للنادي الاهلي، وهو امر ليس بغريب عليك ولا على كل زملائك الرائعين في اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن احمد، ومساء الخير على مشاهدين حضرتك وجماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان. مساء الفل يا دكتورنا، يا ريت تحطنا في الصوره اكتر. يعني في الحقيقه النهارده كان في جلسه مهمه زي ما حضرتك تفضلت، ودي بتعقد انعقاد الجمعيه العموميه، وبيتولى فيها مجلس الاداره اختصاص الجمعيه العموميه وفقا للنظام الاساسي. وفي الحقيقه في بدايه الجلسه كان في قرار واضح من كابتن محمود ومجلس الاداره الموقر بتوجيه الشكر للجمعيه العموميه الموقره على انها منحت الثقه لمجلس الاداره في الحقيقه، وثقت النجاحات اللي تم تحقيقها سواء كان في المجال الاداء الرياضي وزي ما حضرتك تفضلت النادي الاهلي في السماء في حته بعيده خالص. النهارده الحمد لله كنا بنتابع فعاليات القرعه بتاعه كاس العالم للانديه بكل فخر وتقدير. عندنا تطوير رهيب في البنية التحتية، عندنا إنشاء فرع خلال هذه الدورة الحمد لله، فده بيعكس ثقة الجمعية العمومية في مجلس الإدارة الموقر. لكن الكابتن محمود في الحقيقة كان في توجيه مهم للمجلس بأن ده الثقة دي بتلقي علينا عبء كبير جدا، وهو المزيد من العمل والمزيد من الجهد لإنجاز المهمة وإنجاز الأهداف التي تم وعد الجمعية العمومية بيها. ويمكن النهاردة الكابتن حط المجلس كله في الصورة بان احنا عندنا 18 مشروع انشائي يجب انهائه قبل انتهاء هذا العام المالي وفقا لما وعد به المجلس الجمعيه العموميه، وده اقل واجب يرد مجلس ابرز هذه المشاريع يا دكتور. حضرتك عندنا مشروع حمام السباحه ومشروع الاكوا بارك ومشروع الجيم في الشيخ زايد، مشروع النادي الاجتماعي الجديد في الشيخ زايد ايضا، مشروع الربط اللي موجود في الشيخ زايد، مشروع تطوير الاسوار والبوابات، مشروع تطوير البوابه الرئيسيه من ناحيه باب المعلمين في نادي الجزيره. ايضا حمام السباحه في التربيه والتعليم، ايضا تطوير ملاعب متعدده الاغراض في الجزيره، ايضا الحمد لله دخلت خلاص الشركه استلمت والمواد دخلت، تطوير ارضيه الصاله المغطاه للفرق الجماعيه، مشروعات كبيره، مشروعات ايضا في مدينة نصر، مشروع تطوير مدرج كرة القدم والمدخل للبوابة من ناحية جراج مدينة نصر. أعتقد كل الفروع بتشمل طفرة إنشائية كبيرة، وأيضا حتى بما فيهم الفرع الجديد فرع التجمع، إحنا في انتظار الدراسات الخاصة بإنشاء حمام السباحة الجديد إن شاء الله في القاهرة الجديدة. وبالتالي زي ما أنا حضرتك كده عرضت على حضرتك، كل الفروع بتشهد طفرة إنشائية كبيرة. أيضا الأداء المالي الحمد لله، وتم النهاردة ارسال الميزانيه الخاصه بالنادي الاهلي الى الجهات الرقابيه المختصه نتيجه عدم اكتمال النصاب القانوني. ده كان واحد من الموضوعات اللي في الحقيقه المجلس، هي الناس كانت محتاجه تسمع قصه مشروع الاستاد. الاستاد ان شاء الله النهارده كان في قرار مهم جدا في مجلس الاداره، وهو توصيه شركه الاهلي للمنشات الرياضيه ونقل كل الحقوق التجاريه الخاصه بالاستاد، وده اعتقد واحده من الخطوات المهمه تمهيدا ان شاء الله للاعلان عن الحدث المهم اللي يعني كل جماهير كره القدم وكل جماهير الاهلاويه في انتظاره، وان شاء الله سوف نعلن في القريب العاجل عن الموعد المحدد لاعلان تصميم استاد الاهلي الجديد ان شاء الله بالتنسيق مع الشركه الحاصله على هذه الحقوق. الخبر الثاني ايضا هو المجلس النهارده في الحقيقه نتيجه لعدم اكتمال النصاب القانوني، لو كمان الحقوق التسويقيه يعني قالت الى شركه الاهلي لكره القدم كمان النهارده كان في قرار ثاني، وكان في اجتماع قبل المجلس مع مجلس اداره شركه الاهلي لكره القدم في ظل التطورات الكبيره والنجاحات الكبيره اللي شهدها قطاع كره القدم وفي الاداء الرياضي المهم. اعتقد ده له انعكاس ايجابي كبير جدا على الحقوق التجاريه اللي بيمتلكها النادي الاهلي، وكان في تكليف واضح من كابتن محمود بان احنا هننقل كل الحقوق دي لشركه الاهلي لكره القدم، بحيث الشركه
تستطيع ان تشتغل بشكل مبكر وبصوره عاجله. نعم. عشان المتطلبات اللي بيحتاجها فريق الكوره النهارده تبقى متوفره وفي اعلى درجاتها ان شاء الله. نعم. ده كان برضو اجتماع وكان قرار مهم لمجلس الاداره. تمام. القرار الثاني زي ما حضرتك تفضلت هو تكليف السيد المهندس خالد مرتجي امين الصندوق بمهام نائب رئيس مجلس الاداره لحين انعقاد الجمعيه العموميه العاديه شهر 11 القادم ان شاء الله، وكان في ترحيب كبير جدا من مجلس الاداره طبعا بهذا التكليف نظرا للخبرات الكبيره اللي بيتمتع بها المهندس طبعا خالد مرتجي في الحقيقه، وكل الناس كانت سعداء بهذا القرار. كان عندنا ايضا قرار مهم ويخص اعضائنا ويخص محبي النادي الاهلي، وهو ان النادي النهارده لما تفاوض باختصاص الجمعيه العموميه كان اقر الزياده اللي اقرها مجلس الاداره، وهي زياده تخص فرع القاهره الجديده وزياده تخص رسم الاشتراك ايضا في فرع الشيخ زايد. نعم. ويمكن المجلس مشكورا في الفتره اللي فاتت كان استجاب لطلب اللي تقدمت بيه الجاليه المصريه في دوله قطر الشقيقه. آه. بان يتم فتح باب العضويه، وبالفعل استجاب المجلس، وفي عندنا زمايلنا موجودين هناك في قطر بيستجيبوا لكل طلبات العضويه اللي بيتم تقديمها. نعم. والنهارده المجلس اقر الزياده الجديده واقر ايضا فتح باب قبول العضويات مره اخرى نظرا لاقتراب بعض المشروعات من الانتهاء، وده كان فلسفه اشتغل عليها المجلس الفتره اللي فاتت، وهنطبق فتح باب العضويه من شهر واحد، لكن هنشتغلها بالاسعار الحاليه وهيتم تطبيق. لا قول لي الخبر ده تاني عشان مهم. يعني هيتم فتح باب الاشتراك في فرعي القاهره الجديده وايضا الشيخ زايد من بدايه من شهر واحد، وهيتم تطبيق الاسعار الحاليه وليست الاسعار الجديده. يا جميل، حلو لان جالي تليفونات قد كده. حلو قوي. اه، فدي فرصه ان شاء الله للراغبين في الانضمام لعضويه النادي الاهلي والاستمتاع بالبنيه التحتيه المتطوره جدا. يمكن احنا النهارده حتى في المجلس سادة اعضاء مجلس الاداره مع الكابتن محمود كانوا بيناقشوا الطفرة الإنشائية التي ليس لها مثيل في جمهورية مصر العربية. ده صحيح. في فرع الشيخ زايد في الحقيقة طفرة إنشائية غير عادية. نعم. غير عادية غير عادية. فأعتقد إن شاء الله دي فرصة للراغبين إن هم يشتركوا بنفس الأسعار قبل أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اللي أقرها المجلس مفوض عن الجمعية العمومية بداية من 1/7/25 إن شاء الله، مع الاستمرار في تطبيق الفتح الاستثنائي ل قبول العضويات في دولة قطر في الفترة الحالية تقديرا لأبنائنا الراغبين في الانضمام لعضوية النادي الأهلي في دولة قطر الشقيقة. كان عندنا أيضا قرارات خاصة بتأجيل زيادة العضوية في مقر النادي الأهلي بالجزيرة حتى 30/6. نعم. ويبدأ العمل بها مرة أخرى بداية من 1/7. دي في الحقيقة كانت مجموعة من القرارات المهمة. نعم. واللي بتهم كل أعضاء الجمعية العمومية سواء كان كل في فروع الجزيرة أو في الفروع الخاصة بالقاهرة الجديدة أو فرع الشيخ زايد. دي أعتقد أخبار كل الجماهير النادي الأهلي بتتابعها بشكل حثيث جدا. إن شاء الله يقدر مجلس الإدارة ينجز المهام اللي وعد بها جمعيته العمومية الموقرة خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. دكتور، أنا كمان عرفت أنه تم توجيه شكر السيد حازم هلال لأنه تبرع بمكافئته لمؤسسة الأهلي المجتمعية. في الحقيقة المهندس حازم هلال هو واحد من أبناء النادي الأهلي اللي دايما بيحمل قيم، اللي يمكن الناس بتسأل إيه هي قيم النادي الأهلي، ما بتعرفهاش إلا ما بيحصل. نعم. فيها تطبيق فعلي. كان المهندس حازم هلال هو كان في فترة من الفترات قائم بعمل المدير التنفيذي لشركة الأهلي للمنشآت الرياضية والعضو المنتدب، ولما اجتمعت الجمعية العمومية للشركة وجهت شكر المجلس السابق كان اقرت مكافاه ماليه للمهندس حازم هلال، لكن هو النهارده بيحمل قيم الاهلي النبيله وقيم ابناء النادي الاهلي النبيله والاصيله ايضا. نعم. اللي الناس بتسال عليها هي دي قيم النادي الاهلي، فقرر التبرع بكامل المبلغ لصالح مؤسسه الاهلي المجتمعيه. وفي الحقيقه المجلس النهارده ايضا وجه له الشكر والتقدير على هذه الاخلاق الرفيعه والقيم النبيله والتي هي ليست غريبة على أبناء. وهو مستمر في العضوية يا دكتور. هو المهندس حازم دلوقتي عنده منصب تاني جديد في تشكيل مجلس الإدارة الجديد اللي احنا أعلنا عليه من أسبوعين، وهو نائب رئيس مجلس إدارة ما شاء الله شركة الأهلي للمنشآت. طيب. الرياضية. الناس لازم بتسأل عن السفر، سفر الأهلي بعد غد إن شاء الله إلى قطر كأس التحدي أمام بوتافوجو البرازيلي، هل لديك أي معلومات؟ ان شاء الله البعثة هتتحرك يوم الثلاث ان شاء الله برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وخليني برضو هنا يعني اتوجه بالشكر الجزيل للكابتن محمود الخطيب. يمكن على الرغم من ان لسه الظروف الصحية
في الحقيقه يمكن احنا كنا مشفقين عليه النهارده من حاله التعب اللي كانت موجوده، الا انه حرص ايضا ان هو يترأس بناء على رغبه اعضاء مجلس الاداره انه يترأس بعثه النادي الاهلي المتوجهه الى قطر يوم الثلاث ان شاء الله. سوف يتم اقلاع الطائره ان شاء الله الساعه 4:30 من مطار القاهره. كمان مجلس الاداره النهارده وافق وبطلب المهندس خالد مرتجي رئيس اللجنه والمنسق العام لهذه الرحله على سفر مجموعه من السادة الزملاء مبكرا لتحضير التجهيزات، الكابتن سمير عدلي، المهندسه حنان الزيني، الاستاذ حسام، الاستاذ محمد اسامه، هيسافروا قبل البعثه بيوم لترتيب كل الامور حتى تتوفر الاجواء المناسبه ان شاء الله لاولادنا ان هم يعملوا مباراه تليق باسم النادي الاهلي وتليق باسم الدوله المصريه ان شاء الله، ويحققوا امل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بان احنا نوصل لابعد نقطه في هذه البطوله ان شاء الله. ربنا يوفقنا ويكرمنا ان شاء الله. قبل الهنا بسنه جماهير الاهلي بدات تفكر في امريكا والسفر، وطبعا عارفين يعني تاشيره امريكا ليست بالسهوله المعتاده، وهناك ايضا جاليات كثيره عربيه وجاليه مصريه كبيره جدا في الولايات المتحده الامريكيه. ازاي من الممكن ان يكون هناك تعاون مع الجاليه، مع المشجعين، مع المصريين، مع العرب، وايضا لو في حد عنده القدره ويرغب في السفر الى امريكا لمؤازره وتشجيع النادي الاهلي؟ يعني كان النهارده في ورقه عمل الكابتن محمود بيطلع عليها، وكان فيها تكليفات للشركات اللي موجوده عندنا. بالفعل زي ما حضرتك تفضلت يا كابتن احمد، نعم، شركه الاهلي للخدمات الرياضيه النهارده بدا يتم توجيه هذا التكليف ليها من قبل كابتن محمود بتجهيز ترتيبات السفر للساده الراغبين في السفر والبحث في موضوع التأشيرات والإقامات وأيضا ما يتعلق بتذاكر المباريات. ده تم التكليف النهاردة، وإحنا لسه قدامنا يعني إحنا بنتكلم لسه في نور منتصف شهر 12 وعندنا نعم. شهر 6 أيضا تم تكليف شركة الأهلي لكرة القدم بالنظر في الحقوق التجارية الخاصة بالنادي الأهلي وفقا للائحة اللي هتصدر عن البطولة إن شاء الله، واتخاذ كل الترتيبات الخاصة بزي الفريق وملابسه الرسمية ولا آخره. كل ده أيضا تم تكليف شركة الأهلي لكرة القدم دي النهاردة من قبل كابتن محمود في اجتماعه معاهم. أيضا كل ما يتعلق بالترتيبات الخاصة بسفر البعثة، وفي بعض النهاردة الجماهير بدأت بالفعل تحجز تذاكر الطيران عشان في زيادة مرتقبة في أسعار التذاكر في الفترة اللي جاية نتيجة للإقبال اللي هيحصل النهاردة. كمان عندنا الكابتن محمود طلب من إدارة التسويق بعد الحصر دي الجاليه المصريه المقيمه في الولايات المتحده الامريكيه في كل الولايات عشان نعرف الاعداد ايه والتدفقات اللي هتيجي من كل ولايه. كل ده النهارده النادي خليه نحل بتشتغل، يمكن ما شاء الله محمود كان موجود من الساعه 11 خرج بعد المجلس، احنا خلصنا في حدود الساعه 9 يعني خلص وخرج في خليه نحل شغاله، بمجرد ان احنا الحمد لله ربنا وفقنا وبقينا في المجموعه اللي موجوده. ويمكن كان في تاكيد ايضا من الكابتن محمود ان المجموعه مجموعه ليست بالمجموعه السهله، فرق امريكا الجنوبيه هي فرق تلعب كره قدم باحترافيه لديها نعم. مستوى عالي من الاداء البدني، ايضا البرتغال فيها مستوى متقدم من كره طبع. القدم لا يقل جوده عن الدوريات الخمسه الكبرى نعم. كان في تاكيد واضح ان احنا كل واحد عليه ان هو يشتغل بشكل فعلي وبشكل جاد عشان الاهلي يقدر يستمر في هذه الصوره المشرفه التي يجب أن يفتخر بها كل مصري وعربي وأفريقي، لأن النادي الأهلي في الحقيقة هو المؤسسة الرياضية المثالية داخل القارة الأفريقية. دكتور سعد شلبي المدير العام للنادي الأهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. قبل ما أروح لفاصل